ليه من وجهه نظرك ليه؟ ايه اللي ايه التشكيل؟ بعض انت مصمم على بعض التشكيل، هل في تشكيلات غلط؟ هل في تغييرات غلط بالنسبه لك؟ ليه بتقول كده؟ لا انا يعني انت النهارده لما بتتكلم، لما بتصمم على دونجا اللي مبوظ لعب الفريتين، يعني انا ما شفتش لعيب بالشكل ده، ان انت ما بتعملش حاجه والناس بتطلع يقول لك ايه ده خليفه طارق حامد. يا عم الكوره بقت الكوره بقت كوره، العب كوره للكوره، بمسك الكوره وبلعبها على اليمين والشمال، مش هقعد اخش واقعد اشوح للحكام واقعد. ما بيعملش مجهود خالص. لا يعني مفيش، مفيش يا فاروق. الناس عليه حسب الظروف والمباراه ان انت بتادي بشكل. طب انا شايف دونجا امبارح من احسن اللعيبه اللي موجوده في نادي. انت من وجهه نظرك ده حقيقي، لكن انت انا رؤى افضل منه. كابتن رضا بيتكلم امبارح قلت له كده برضه. ما انا بقول لك رؤى افضل منه بشكل كبير جدا. يعني رؤى لعيب كويس ويؤديها بشكل كويس. يبقى على وناصر ماهر لازم يبدا من البدايه، لانه لعيبه عنده حلول ولعيبه عنده بيعمل اسيست كويس. بس ناصر مش يعني مش موجود. ما انا بكلمك انا، لكن انت النهارده بتتكلم ان اوباما في الملعب ما فيش حدث ولا حرج. يعني انت حتى ربنا يشفيه اتصاب امبارح. انت كمان سيف الجزيري، ناصر منسي افضل منه بكتير. سامسونج لعيب هايل على فكره، ولو خدوا الفرصه هيغتنمها ويؤديها بشكل كويس. طيب بخصوص اوباما بس، احنا بنقول له الف سلامه لان اجرى عمليه جراحيه فكه الحقيقه الكسر من مباراه الامس. الحقيقه الف سلامه على اوباما، ان شاء الله يعود سريعا الى الملاعب. طبعا اصابه صعبه الحقيقه بتبقى في الفك. طيب كابتن ابو الدهب، تشكيله امبارح للفرقتين الحقيقه، بتشوف كابتن تامر مصطفى وجوميز يعني اختاروا افضل اللاعبين للقاء امبارح، وهل الاداء نفسه يعبر عن الكره المصريه؟ انا بكلمك بقى على الاداء، ولا الاثنين يعني الامور بالنسبه لهم كانوا مقلقين من بعض، بحيث ان انت بتلعب الزمالك ومودر طبعا عارف الزمالك والزمالك عارف مودر؟ لا مودر يمكن الزمالك كعبه عليه عالي عليها من ساعه ما بدايتها طلعت الدوري المصري يا فاروق. يمكن خمس مواجهات الزمالك فاز بيهم كلهم يعني. لكن انا بكلمك لا، قدوا مباراه كويسه، ان انت بتتكلم في بطوله الكونفدراليه، عندهم حق مشروع ان الفريقين ياخدوا البطوله او ينافسوا الابعد، يروحوا الابعد مدى في البطوله. لكن الزمالك انا زي ما قلت لك كسب بالحظ والتوفيق، لكن هو ده وجهه نظري. لكن امبارح لو كسب الماتش الجاي كمان يا كابتن مين؟ يبقى حظ وتوفيق وهيكسب على فكره. طيب الزمالك هيكسب، انا يعني بكلمك هيكسب. ما هو البني ادم او الفرق بتكسب لثلاث حاجات زي ما انت مش محتاج. انت مره حظ وتوفيق، مره عشان انا بلعب كويس، المره الثالثه لا الزمالك ما بيلعبش الفريق اللي قدامي ضعيف. ما الزمالك ما بيلعبش. هل مودرن ضعيف؟ لا يخسر تاني مش ضعيف. انت لما تظلمني وتدي ضربه جزاء او تدي بنالتي مش ضربه جزاء اكيد بتهمد الفريق. الحكم مش مصري. ما الحكم مش مصري، ما انا عارف يا فاروق. طب ما الحكم ما رجعش للفار فيها ليه؟ انا بكلمك. ما انت مين اللي مكلمه؟ الفار يا عم. قال له ماشي في الفار بيقول لك ماشي. طب مصمم على كده؟ لا انا بقول لك هات، لو انت محمد إيه؟ ابراهيم واستاذ ياسر جيب لنا على الخط، هتلاقي يوسف قبل ما الكوره تطلع بتلعب سيف الجزء نطلع بقى بالورق. كابتن رضا عامل زي كابتن رضا. ما فيها، ما احنا قلنا ما هي دي زي بتاعت عبد الله السعيد وبتاعت امام عاشور. الدنيا كلها اتقلبت، ما عادتش قال لك اوف سايد ومش اوف سايد، ما كانش اوف سايد. لكن انا بكلمك جيبها من البدايه على الخط، هتلاقي سيف الجزير اوف سايد قبل ما يرجع قبل ما الكوره تتلعب، وراح وشارك فيها ومش بنالت اصلا، يعني ما فيهاش حاجه. يعني انت بتقول ان فرص الزمالك في الماتش اللي جاي كمان افضل من افضل طبعا. ما يقعدش مودرن كابتن في الماتش الجاي، عنده كل شيء وارد. كل شيء وارد، بس يكون عندهم ثقه ان هم عايزين يكسبوا. يعني مودرن او فوتشر برضو من الفرق اللي ما بتصدقش نفسها ان ممكن تكسب وتوصل. انت بتلعب فرقه الزمالك لكن انا ممكن اكسب وخلاص، مش هبقى باكي على حاجه المباراه اللي جايه. اهاجم بقى والعب واكسب. لكن انت اتصعبت، لان كان الماتش الاولاني بتاع فوتشر يا فاروق، لان الزمالك جاب جونين خلاص كده 2-1. حتى الزمالك لو كسب 1-0 انت محتاج فوتشر يجيب جونين صح. فانت الزمالك ما اعتقدش ان هو عنده لعيبه كويسه ممكن تعمل الفرق. الهدف اللي جه في نادي الزمالك كمدافع كابتن، شفت الخطا من مين؟ هل من الخط دفاع ولا من وسط الملعب ولا من عواد؟ بص انت جنش ومن الدفاع. لا انا بتكلم على اللي جه في نادي الزمالك. لا من الدفاع يا فاروق، انا بكلمك من الدفاع. هو محدش يعني ماسك بص حتى بص 3-4 ومحدش بيمسك. ده بتاع الزمالك، ده اشتراكه مع فتوح، ده بتاع الزمالك، ده اللي جه في الزمالك. ايوه لا ده مش اللي جه في الزمالك. ده اللي على فوتشر. يعني بص الكرة مشت كده، يعني مشت واربعة على ثلاثة او اتنين، مين محدش ماسك؟ بص ولا واحد ماسك، ولا واحد بيراقب، ولا واحد بيخلي باله، ولا حد بيرحل. كل مشاكلها دفاعية يا فاروق. كل الاجوان اللي بتيجي في الدفاع سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر او الفرقة دي، هتلاقي كل مشاكلها في الدفاع. محدش بيراقب، محدش بيمسك، ومحدش بيتعلم من الاخطاء في الكرة المصرية. ايه الغلطة اللي عملها حسام عبد المجيد قبل ما يقع كابتن؟
ما انا بقول لك ما دي كلها اخطاء بتاع حسام. يعني انت اتنين في اتنين يعني في لعيبه كتير جدا ما يعني ما تستاهلش تلبس تيشيرت نادي الزمالك او تلعب في. لا انا بكلمك بس فنيا. لكن فنيا لا فنيا دفاعي فاروق يعني المخلوصي الثلاثي اللي في الخلف حي بالنسبه للزمالك كان المفروض تصرف افضل من كده ازاي؟ لا اقطع لازم اضغط واقابل واعين على الكوره اقطع في اللي هم يرجعوا قصدك. لا وبعدين عايز اقول لك حاجه ده في مشكله كمان السردباكات لما الكوره اللاعب بيبقى مهاجم بيبقى رايح بيكسكسوا لورا بيرجعوا انت بترجع ليه ما تروح تقابل والتاني يعمل كفر ان وراءه ويعمل يبقى يخلي باله لو عدت منه لكن ده ما بيحصلش ما بيحصلش في الدفاع كل الاخطاء او كل الاجوان اللي بتيجي فروق اخطاء دفاعيه. طيب اسمح لي